أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ إن شاء الله بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم. 22 درجة مئوية متوقعة الملموسة، 21 أما الرطوبة منخفضة 21%، والرياح خفيفة السرعة. بالمجمل أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، إربد 31 إلى 20، المفرق 33 إلى 20، جرش 31 إلى 21، أما عجلون 29 إلى 20. المنطقة الوسطى، البحر الميت تلامس درجات الحرارة 40 كحرارة عظمى، أما الصغرى ستسجل 26 درجة مئوية، مأدبة 33 إلى 20، البلقاء 32 إلى 22، أما عمان 31 إلى 22، الزرقاء 34 إلى 20. المنطقة الجنوبية، العقبة أيضا أجواء حارة بشكل لافت، 39 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى تسجل 28 درجة مئوية، معان 33 إلى 21، الشوبك 28 إلى 21، الطفيلة 30 إلى 21، أما الكرك 30 إلى 20. المنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة في كل من الأزرق والصفاوي، 36 درجة مئوية كحرارة عظمى في كلتا المدينتين، أما الحرارة الصغرى في الصفاوي 18 والأزرق 21، أما رويشت 35 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.